يا مرحب يا مرحب يا شيخ العرب، يا مرحب يا مرحب يا مرحب. البيت نور وحالا يكون العشاء جاهز. يأتي النهار أبيض يا شيخ العرب. بيتكم عندكم؟ أيوة يا شيخ العرب، وحالا يكون عندك وتروحي معاك. يا ولد يا ولد، معاي ليه؟ وانا اللي جبتها عشان تروح معاي. يا شيخ العرب دي عيلة صغيرة ملهاش كبير، يعني انا مروح تلوك زي ما جات ترجع. انت ما تعرفش اللي حصل. اقطع النفس يا بنت وانزل من الادب. اسمع يا ابو الزعلانه، بنتك ليها طلعه تانيه واحده من بيت التربتها، مفهوم الكلام؟ سلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ العرب. بص يا بنت الناس، من غير ما اسمع ولا كلمه، ولو حتى كل الناس غلطت فيكي وضايقوكي وفوروا دمك، ما عنديش انا اي حجه الواحده تسيب بيت جوزها وتمشي ابدا. ومعاوزي كلام ولا حديد، وانت عايبه من ساسك لراسك، عارفه كده ولا ما عارفاش؟ عارفه، بس انت لا بس ولا ما بسش. خليني معاك بوش الهادي يا بنت الناس احسن، وشوفي لك فرشه فرشيها جار السرير لغايه ما بيرضى عليكي. حاضر. يعني لا سامعه صراخ ولا كسر عظم ولا راس خبطت في الحيطه ولا حاجه. عملتها السهتانة بت مناظر وضحكت عليه. راسي دايخة وعمشة خبت كل شوية في حاجة وترميت على الباب. شكلي عندي عي عفش. ظهر عندك عي عفش صح يا صالحة، بس أنا عندي دواء. فضة! نعم يا سيدي. مين سيدك يا فضة ومين اشتراكي؟ انت يا سيدي. زين، يعني ما تطلعوش ولا تلموش حد من بيتي من غير اذني. الست صالحة. بص، شهر يا فضة 30 يوم، لو خدمت ستك صالحة اي خدمة ان شاء الله ترد عليها السؤال هتقطع فرسك. تاخدي خلاجاتك دلوقتي انت ونسيم وكافة تعدى هنا وتقعدوا هناك في اوضتكم القديمة شرق المنظرة، لا طلوع ولا دخول. ولو شيعت لكم مراسيل وعرفت انكم جيتوا وخدمتوها يبقى عمركم فض. توكل. وانا حمل خدمه يا همام. اه، وانت هتخدم حد غريب، هتخدم روحك وجوزك وولدك. يلا شوف وراك ايه. بالنيابة بعد السلام عليه لم يخفاه الأجل المحترم جناب عزتلو عثمان بيه كبير مماليك وزعيم الرجال. والرجال تعرف قدر الرجال، ولو أن الرجال بالهدايا لصرنا باللي بعتينه ليكم صغار، لكن الرجال أفعال. لم يخفى جنابكم قضية برديس ورجوع الحق لأصحابه لا يغضب إلا الظالمين، ولو حد شكانا ليكم فالعادل يعرف قدر الظلم. إبراهيم بيه عيب علينا والشرح مع المرسال والسلام ختام. الفقير همام والد يوسف أحمد، وكمل للجد العاشر واختم. أنا وصيت يا باشا. وصيت؟ وصيت بين مين ومين؟ بين شيخ العرب همام وإبراهيم بيك. هتخدها. كلامك عندنا مسموع يا عثمان بيك. شيخ العرب همام لما راها من الأرض من إبراهيم بيك كان في معاد للسداد، والشيخ همام التزام واسع
وحضراتكم أدرى إنه بيوازي ربع التزامات مصر، يعني مصدر للحبوب والسكر للبلاد. معلوم معلوم. ولو اتمكن إبراهيم بيك من الأرض ده يثير حفيظة الشيخ حمام يا مولاي، وربما يقل الالتزام وتتأثر المحروسة، وده طبعا هيعمل وردة وسمعة سيئة لحضراتكم عند جناب السلطان، خصوصا ان السلطان مش هيدخل في التفاصيل. معلوم، لكن ابراهيم بيك اعلمنا انه صاحب حق. صاحب الحق يتمهل يا مولاي، خصوصا ان معلوماتي بتقول ان معهوش لا حجج ولا اوراق، والكاشف لو راح الصعيد علشان ياخد الارض عنوة ممكن الهوارة يقتلوه، وساعتها هتبقى فتنة، البلاد والعباد في غنى عنها يا مولاي. عشان كده أنا بطلب من مولاي يوافق على المهلة، وإبراهيم بيك عنده ما يغنيه عن برديس. كلامك معقول، مقبول عثمان بيك. يعني إيه عثمان بيك؟ مش فاهم. يعني أنتوا لا معاكوا ورق ولا دليل، وسبقتوا على الراجل وبعتوا مراسيل بالسم، أشهد مع مين يا بيك؟ عثمان بيك هتنصر عربي عليا معناها إنك بتعاديني. أعادي الباطل وانصر الحق. واضح إن هدايا همام كانت تعمل إيه؟ إبراهيم بيك، أنا مفيش حد يشتري ذمتي أبداً ولا بكنوز الأرض. معلومة بيك، أنا لولا إنك في قصر وعيب ذبح الضيوف أنا كنت عملتها. لا في قصرك ولا بره قصرك. ليك الأمان لحد بيتك وبس. شرفت. حربي معاك دلوقتي مش مع همام. احمي روحك يا بيك. انت اضعف من ناموسة يا بيك. جن علي جن علي. لو نام في بيته لحد الصبح هكون مقتول. جن علي، وانا موافق على الموضوع التاني. اطلق ايدك على بيك. انا بيهددني ابراهيم بيك، بيتجاوز قدري. طب اديني وصلت بيتي يا ابراهيم بيك. مالك يا عثمان مالك؟ انا يا خاتون هانم ابراهيم بيك بيهددني. وماله مالك؟ بيتهمني ان الهدايا بتخليني اغير من موقفي. طيب انا بقى مش هعديها لك يا ابراهيم بيك. سيد عثمان بيه، الحق نفسك هون على بعض خطوات. ايه؟ ومماليك؟ اللهم افضى يا بيك. ابدو؟ يعني ايه؟ دخلوا قصر؟ اهرب يا عثمان، اهرب، بقول لك من الحرام لك، انا هقفلهم.